رقصة التعشير هي الموروث الشعبي الخاص بأهل الطائف، وهي تعتبر من الأساسيات في جميع المناسبات سواء اليومية أو الشهرية أو السنوية. هي وجدت من قدم من الآباء والأجداد، لازلنا الحمد لله محافظين ومستمرين على هذا الموروث الشعبي بحيث أنه ما يندثر بحول الله. هي تعتبر من رقصة الحرب قديما، فحاليا يتم الحفاظ عليها بهذا الشكل اللي وصلنا إليه الآن. ما تعتبر أنها رقصة نار أو رقصة حرب بشكل أنها تسبب خطر، إلا إذا كان الشخص ليس لديه خبرة كفاية أو دراية كفاية بهذا الموضوع. أطفالنا نقوم بتعليمهم هذه الرقصة لدرجة أنهم بحول الله في المستقبل البعيد هم راح يدربوا أطفالهم وأطفال أطفالهم إن شاء الله.